هنعمل سناك رايق ليكي وللولاد تحفه. هنجيب اي نوع شوكولاته خام، انا جبت دي ب19 جنيه. ممكن تجيبي اي نوع تاني اللي هو عند العطار. هنجيب بقى شوكو رايس اللي هي حبوب الرز، انا جبت العلبه دي ب3 جنيه ونص، تقدري تستخدمي برضو اي نوع تاني. جبت اللي هي السويت فليكس دي اللي هي الكورن فليكس برضو ب3 جنيه ونص، يعني المجموع كله 26 جنيه، وهيعمل لنا تحليه حلوه قوي ليكي برضو وللولاد. هنكسر الشوكولاته زي ما انتم شايفين، نحطها في الميكرويف 30 ثانيه في 30 ثانيه لحد ما تسيح. ما تضيفيش اي حاجه خالص للشوكولاته، سيبيها تسيح براحتها في الميكرويف او على بخار الميه. هنجيب بقى الشوكرايس اللي انتوا شايفينه ده، ونحط معلقه معلقه من الشوكولاته اللي احنا عملناها، نحط معلقه ونقلب ومعلقه ونقلب، وحطي الطبق اللي فيه الشوكولاته جوه طبق فيه ميه دافيه علشان الشوكولاته تفضل سايحه وانت شغاله. قلبي كده، هو تقريبا هياخد 3 معالق من الشوكولاته السايحه، وتفضلي تقلبي لحد ما ايه تيجي تشكليه كده بايدك، يعمل شكل كده عشوائي. احنا مش لازم خالص الشكل يكون منتظم او اشكال كده معينه، لا احنا بنعمل اي شكل، اي شكل عشوائي مش هتفرق معانا، مربع مثلث مدور كور اي حاجه. المهم ان هو هنكوره كده ونحط على ورقه زبده او كيس بلاستيك زي ما انا عامله، وعلى طبق، وبعد كده تدخليه في الثلاجه 10 دقائق هو هيمسك. الشوكو رايس اللي هي العلبه الصغيره اللي ب3 جنيه ونص دي عملت 6 قطع بالظبط. هنعمل نفس الكلام مع الكورن فليكس او اللي هي السويت فليكس دي، هنحط عليها الشوكولاته السايحه ونفضل نقلب لحد ما ايه ناخدها بالمعلقه كده ونشكل، اللي هي ايه بتتشكل معايا وماسكين في بعض. الفلاكس دي عملت 3 قطع بالظبط. طبعا شوكو رايس عمل كميه اكتر، وبصراحه طعمه هو عجبني اكتر واكتر. لو عندك بقى شويه شوكولاته بيضه سايحه ممكن تعملي بيها خطوط، هيبقى شكلها احلى من كده. انا بقى هقدمها النهارده مع الشاي بلبن، هعمله لكم بطريقه كده شيك حلوه قوي. هنعمل الرغوه في الكوفي بريس، لو مش عندك كوفي بريس لحاجه تضايقك ولا حاجه تعصبك، برطمان وحطي فيه اللبن السخن ورجيه كويس، هيعمل رغوه حلوه قوي، او بالخلاط او بالهاند بلندر. ونجيب الكوبايه ونصب بقى اللبن، وبعد كده نجيب شويه شاي كشري، يعني شاي على ميه على السكر بتاعك، يغلي غلوه على النار وانزلي كده من الجنب بالشاي على اللبن. بصي بقى الالوان هتفصل وشكله هيبقى تحفه، اكننا عاملين نسكافيه بالظبط، اكننا عاملين لاتيه. بصوا شكله حلو ازاي، وهو في الاول في الاخر شاي بلبن. بصوا جميل جدا. ده بقى تعمليه لما تحبي يكون حد عندك بقى وعايزه تتنكي عليه بقى، وتقولي له انا بعمل مشروبات وحاجات، وهو في الاخر شاي بلبن. انا بقى هقدمه مع السناكس اللي انا عملته ده، انت ممكن تاكليه في الفطار، تاكلي بار او اتنين كده، وتدي برضو الاولاد في اللانش بوكس، او تديهم كده لو عملوا حاجه حلوه تكافئيهم بيها، بجد طعمه حلو قوي. واللي عجبني اكتر اللي هو بحبوب الرز، وفي كمان حبوب رز من غير شوكولاته ممكن تعمليها، هتبقى حلوه قوي قوي. احنا كده وصفتنا خلصت. لو عجبتكم الفكره اعملوا لي لايك، واعملوا فولو لو لسه ما عملتوش، واكتبوا كومنت حلو وشيروه مع اصحابكم، وروحوا على قناتي على اليوتيوب اسمها جوما كيتشن. انا بحبكم، وباي باي.